يا رب، كم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك بها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك بها صبرنا. فيا من قل له عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل له عند بليته صبرنا فلم يخذلنا، ويا من رآنا على المعاصي فلم يفضحنا. يا كريم الصفح، يا عظيم المن، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا سامع كل نجوى، يا كاشف كل بلوى، يا منتهى كل رجوى، وقفنا ببابك ولذنا بجنابك، فلا تردنا خائبين ولا من رحمتك مطرودين، فلا تردنا خائبين ولا من رحمتك مطرودين. ارحمنا إذا توفيتنا، تولانا إذا وليتنا، سامحنا إذا أغمضتنا، تفضل علينا إذا حاسبتنا، ولا تسلبنا الإيمان وقد عرفتنا. اللهم ذكرنا النطق بلا إله إلا الله إذا انقطعت الأسباب وتباعد الأحباب وصفدت الأبواب ولم يبق إلا بابك مفتوحا، اللهم فاقبلنا، ولم يبق إلا بابك مفتوحا، اللهم فاقبلنا، ولم يبق إلا بابك مفتوحا، اللهم فاقبلنا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم اشف كل مريض وعاف كل مبتلى، اللهم ألبسهم لباس العافية. يا من كشفت الضر عن أيوب، اللهم إن لنا إخوانا وأحبابا سبقونا إليك وحلوا ضيوفا بين يديك، هذا أمرهم لا يخفى عليك، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنان، واجمعنا بهم يا ربنا في جناتك جنات النعيم. اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الصالحين، لطفك يا ربنا بأمة محمد أجمعين. اشتد علينا البلاء وزادت علينا الفتن وتكالبت علينا المحن، فإليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا، نصرك القريب يا سميع يا مجيب، فرجك القريب يا سميع يا مجيب. رحماك يا ربنا بالضعفاء والفقراء والمساكين والأيتام والنازحين والأسرى والمشردين، هذا حالهم ظاهر بين يديك،
استنصروك يا الله فانصرهم، استنجدوك يا الله فانجدهم، توكلوا عليك يا ربنا فإليك آكلهم. ربنا لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعله السفهاء منا، ربنا تقبل منا اليسير، ربنا تقبل منا اليسير وتجاوز عن التقصير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.